انا مش ببطل احلم بمامي يا دكتور، كتير قوي بشوفها وهي بتبص لي، ساعات بحزن وساعات بغضب. انا عمري ما ندمت على اي قرار انا اخدته في حياتي، بس المره دي انا ندمانه قوي. نفسي تيجي، تيجي ان شاء الله ساعه واحده بس، اعمل كل اللي يريحها، بس انا عارفه انها مش ممكن تيجي. انا ممكن اروح لها. انتي عايزه تنتحري يا جميله؟ مش عشان اخلص من حياتي، عشان اروح للانسانه الوحيده اللي حبتني بجد، اللي ضحت بحياتها علشان، اللي مفكرتش انها تتجوز وتجيب لي جزء بعد ما ابويا سابني وانا حته لحمه حمرا. بس انا طول عمري وحشه قوي بجد، طول عمري ما فكرش غير في نفسي وبس، بعملها بمنتهى الأنانية. مش الحل انك تروحي لها، لا، الحل انك تساعديها، تعملي كل اللي كان نفسها فيه وهي عايشة. بيقولوا الميت بيحس بينا، بيفرح لفرحنا، بيزعل لزعل. بجد؟ يا ريت. بس انا برضه عملت حاجه كويسه لمامي، عملت صدقه جاريه، بس ربنا يتقبل ويرحمها. الله يرحمها وتسامحني.